المخابرات الاعلاميه والفنانه دينا عبد الله، بنرحب بيك النهارده. مؤسسه كبيره زي الاهرام، بوجودك النهارده هل في تكريم ولا وجود شرف؟ يعني هو انا يشرفني الدعوه اصلا، لان مؤسسه الاهرام دي مؤسسه عريقه وليها اسم كبير وليها قراء وليها كتاب كبار، فاني ابقى مدعوه فيها ده شرف ليا، فلازم اكون حريصه، خصوصا ان دي حفله لنجوم الدراما وانا بنت التلفزيون وبنت السينما من عمري 3 سنين، وليا الحمد لله اكتر من 50 عمل درامي غير السينمائي، فوجودي يشرفني ويضيف لي اني كمان اكون موجوده في وسط زمايلي. انا السنه دي كان ليا الحلميه، يمكن الشخصيه بتاعتي كان لازم اكون موجوده فيها لانها دكتوره فاتن دوري القديم، فما ينفعش حد غيري يعمله. كنت حريصه ان يكون الحنين والذكريات لعمل كبير قديم، ان ما ينفعش واحده تانيه تستثمر نجاحي، فكنت موجوده بشكل في حب وحنين للحلميه، ليالي الحلميه القديمه. طب فين بقى الحب والحنين بالفن بشكل عام؟ برضه انت مقصره شويه صح؟ والله هي مش كده الحكايه، هو ان انا اتجهت شويه لما عملت ماجستير ودكتوراه وخلصت الدكتوراه وعملت برامج من حبيب الملايين وتقنا جاي ولسه الدنيا بخير، ده اخذ وقتي، وبحضر برنامج جديد، فانا يعني وشويه انا هقول لك بقى في وقتها، خلي باباراتسي بقى هقول له وقت ما تلاقيني قبل ما اطلع على الشاشه على طول، هتبقى انت ليك السبق ان شاء الله. طب البرنامج ممكن ناخد نبذه عنه، هل يكون اجتماعي برنامج؟ هو هيبقى خليط بين حبيب الملايين وبين لسه الدنيا بخير، هيبقى متنوع، مش هيبقى مركز في حاجه واحده، هيبقى فيه فنانين ويبقى فيه اعلاميين ويبقى فيه شخصيات عامه ويبقى فيه دكاتره، هيبقى برنامج متنوع ان شاء الله. نورانا وبنشكرك جدا. شكرك، ميرسي قوي، كلك ذوق. حضرت اقوى موقع فني في مصر.